شكرا لك جورج. ميرفات من فلسطين. أنا سيميريال أنجلوبولو. مساء الخير. Bonsoir. فستان ميرفات بيذكرنا كثير بالخمسينات من حيث القصة، وخاصة نيو لوك، فترة نيو لوك بلاقيه كثير حلو، واستخدمت الدانتيل بطريقة كثير حلوة، خاصة إنه اشتغلت عملت أن ترافاي دو ماتيغ عليه بالبيرل باللؤلؤ، وفعلا حلو، وهالزنار اللي اشتغلته كمان على الخصر عطيه كثير أناقة. بهنية، برافو. شكرا إليك. بطلب من أعضاء لجنة الحكم يسجلوا العلامات أمام. بتمنى لك التوفيق ميرفات. شكرا إليك. بطلب من مهناس تتفضل أمام اللجنة الحكم. سيد أمين بولس، رجعنا لإلك. شو فيك تقلنا على تصميم مهناز؟ البروبورسيون والالوان كثير حلوين، وهون في تناسق كامل بين القبه والكمام والزيف التنور اللي هن الاشياء بالنسبه لي مهمين، وبين الديغرادي الروز اللي جاي تحت البيج وفوق اللون البيج اللي هو الدانتيل، فبالنسبه لي الفستان كثير حلو. شكرا لك. ميرسي لك. وشكرا للمصممة مهناز. أما بطلب من أحمد يتفضل. أني سيميريال أنجلوبولو، شو رأيك بتصميم أحمد؟ أحمد كمان فستانه كتير حلو، لأنه أول شيء استخدم أقمشة شتوية ودخل على الدانتيل هالفلور اللي بيعطيه كتير حنية للفستان، واللاين كتير إليجنت، وخاصة إنه زاد له هالربن على الشولدر، كتف، اي على الكتف سوري، مع الحجار، عاطي لاين عن جد كتير حلوة، وبدي أقول له برافو لأنه زاد كمان اكسسوار على هالفستان الحلو اللي هو الجزدان اللي عم نشوفه. Very good. شكرا إليك. وشكرا لأحمد. زينة من لبنان، تفضلي على وسط البلاتو. سيدي سهام تويني، شو تعليقك على تصميم زينة؟ يعني صراحة هذا من ليتون يمكن أحلى الفساتين، كثير حبيت، وعن جد تحسي إنه أوكي كله دانتيل يمكن شوي قصير، ما في كثير، بس بالعكس لونه، وحبيت الظهر كثير، يعني الشغل كثير كثير لقيته حلو. كول كثير الفستان. بياخذ العقل. شكرا لك. بطلب من جوسلين كمان من لبنان. سيد رودي رحمه، شو تعليقك على تصميم جوسلين؟ يمكن من القلال يلي قلبوا الدانتيل حطوه من ميلة جوا وخلوا الابيض الشفاف تنقشعه من خلاله، حلو عجبني، بس ما بعرف يمكن من فوق احلى بكتير من تحت، في ما بعرف في شيء مش ناقص من تحت، انا ما بعرف شو هو، بس كثير عجبني من فوق، من هون هالنتفه اللمعه اللي عطيها من فوق كثير كثير حلوه، حتى القصه من فوق على الكتاف، حتى عن جد كثير حلو وبهنيكي، بس ما بعرف شو ناقص، يمكن هلا عم شوف انه من ميله تحت كان لازم يكون اقصر شوي صغيره تيمشوا مع بعضهم. شكرا لك. سيده مي منسى، شو بتلاقي ناقص بقلب الفستان؟ هلا رودي حكي كنحات ماسك الازميل ونازل فيه.
أنا ما معي مقص أحكي عن هالفستان، لكن بدي أطلع فيه كون عارضة أزياء لبسته وكون مصممة عملته. هو الغنى بالصدر، أكيد الصدر هو الغني، كأنه من الخصر ونازل ما عادت اهتمت كتير، استلشقت شوي بالحجم حتى قاشت شوي عن يمكن يعني ما لحقت كمان ما بعرف بظروف الوقت. بدي أنا ما كنت معها بالأتوليه ما بعرف، بس على اليمين أقصر شوي على الشمال قاشت، هيدا بيعطي شوية تشويه للتنورة، مشان هيك طالع بيلفت النظر بس عن العالي، ما بيكفي. من تحت كنت قصيته دياغونال، من ميلي نازل من ميلي فوق طالع. بس عندي زيد شغله بليز. ايه تفضلي. انا بدي اضيف شغله، عندنا المكنه اللي بتسنن المسلين بالاتوليه شوي بتعطي تخين، دونك جوسلين ما حبت تشتغل عليها، فقالت لي بخلي الزيف هيك، فلو سننته كان عطى هالطالع نازل كان عطاه انوثه اكثر. شكرا لمداخلتي. وشكرا لجوسلين. آخر مصمم معنا محمد من مصر. سيدة سهام تويني، في عندك أي انتقاد على تصميم محمد؟ يعني حبيت الفستان كتير وحبيت الدانتيل كمان، بس يمكن ما كتير حبيت الريبان، بس هيك الكبيرة، بس وإلا بالعكس الدانتيل على الفستان كتير عاطي حلو. مهنيك. شكرا لك. سيد امين بولس، حسيت في شيء ما عجبك؟ ايه عندي مشكله مع الريبان، مع اول شيء البروبورسيون تبعيته، واهم شيء بالزاويه تحت على اليمين التاويه القماش الابيض على الدانتيل. فجاه انلقت الدانتيل بينما كل شيء من ثاني جهه والدانتيل كثير فلو. هول اثنين ديتاي اللي حسيتهم مش راكبين 100% مع الفكره. شكرا لك. هيدا كان من تصميم محمد من مصر. شكرا لك محمد، وشكرا للجنة الحكم. بالإضافة لتصميم زي للمهمة اللي طلبها منهم اللي صعب، المصممين كان عندهم مهمة صعبة تانية، يشغلوا مخيلتهم ويصمموا زي يعجب الفنانة يارا. وبالتالي يارا كان عليها اختيار أفضل تصميمين من بين العشرة لتعطي حصانة لديزاينرز اللي قاموا فيهم. يا ترى تصميم مين اختارت يارا؟ خلونا نشوف. اختيار الفنانة يارا لأجمل تصميمين جعل فرحة زينة ومحمد فرحتين. الفرحة الأولى حصول على الحماية من خطر تسميتهم مومينيز. حلو، ميرسي، مبروك. والثانية أول مشوار إلهم خارج السكول أوف فاشن مع اثنين من المودلز من اختيارهم. ليتس جو. مشوار بفش الخلق، ويا ريتنا كنا معكم. ما يهمك أبداً مهما الزمان.